بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديوهات السابقة تعلمنا تمثيل الأعداد مع الإشارات بالنظام الثنائي، وتعلمنا معرفة عدد البتات الواجب حجزها لإجراء أي عملية رياضية في النظام الثنائي. وفي هذا الفيديو راح نتعلم طرح الأعداد في النظام الثنائي باستخدام المتمم الثاني، وهو عن طريق عمل متمم ثاني للأعداد السالبة ومساواة المراتب ومعرفة عدد البتات الواجب حجزها وتحويل عملية الطرح إلى جمع وعدم فتح بت جديد وإجراء عملية الجمع. راح يكون عندنا الناتج هو يمثل مجموع الأعداد مع الإشارات. ذكرنا بالفيديوهات السابقة أيضا الفرق بين المتمم الأول والمتمم الثاني، وذكرنا أنه المتمم الأول هو عملية قلب الصفر إلى واحد والواحد إلى صفر، والمتمم الثاني هو بإجراء عملية المتمم الأول وإضافة واحد إلى الناتج فيكون عندنا متمم ثاني، وهو يستخدم لتمثيل الأعداد السالبة في النظام الثنائي. فلو أخذنا هذا المثال perform the following operation using two's complement، وفي الحقيقة احنا في عملية طرح الأعداد في النظام الثنائي باستخدام المتمم الثاني لا نقوم بعملية طرح الأعداد، بل نقوم بعملية تمثيل عددين معا، وهذا التمثيل ينتهي بعملية الجمع دائما، وهو عن طريق تمثيل الأعداد السالبة والأعداد الموجبة وإجراء عملية الجمع، فسواء كانت عملية طرح الأعداد أو عملية جمع الأعداد فباستخدام المتمم الثاني نقوم بتمثيل الأعداد ومن ثم إجراء عملية الجمع. ففي المثال الأول وهو عن طريق تمثيل العدد سالب 49 والعدد سالب 26، فإذا أردنا تمثيل العدد سالب 49 نقوم بتمثيل العدد موجب 49 وإجراء المتمم الثاني لهذا العدد، وسوف يكون الناتج هو يمثل عندنا السالب 49. فالموجب 49 لتمثيل العدد موجب 49 نقوم بتفعيل البت 32 والبت 16 يكون عندنا المجموع 48 مع البت 1 يكون عندنا 49، وإشارة الموجب راح يكون عندنا هذا العدد ويمثل موجب 49 عن طريق إجراء المتمم الأول لهذا العدد عن طريق قلب الواحد إلى صفر والصفر إلى واحد اللي ذكرناه بالفيديوهات السابقة، ومن ثم إجراء المتمم الثاني عن طريق إضافة واحد للناتج يكون الناتج 1 1 1 0 0 1. هسه الآن هذا العدد هو يمثل عندنا سالب 49، نقوم بتمثيل هذا العدد. الآن نقوم بتمثيل العدد سالب 26 وهو عن طريق تمثيل العدد موجب 26 وإجراء المتمم الثاني له لاستخراج قيمة السالب 26. فلتمثيل العدد 26 نقوم بتفعيل 16 مع 8 راح يكون عندنا 24، ومع 2 راح يكون عندنا 26، وهذه إشارة الموجب راح يكون عندنا هذا العدد يمثل موجب 26. إجراء المتمم الأول للعدد، إضافة واحد لإستخراج المتمم الثاني راح يكون عندنا هذا العدد هو يمثل قيمة سالب 26. الآن هذا العدد يمثل عندنا سالب 26 وهذا يمثل عندنا سالب 49. الآن بعد عمل متمم ثاني للأعداد السالبة نقوم بمساواة المراتب بإضافة واحد للأعداد السالبة وصفر للأعداد الموجبة، وأيضا نقوم بحجز البتات المطلوبة لهذه العملية. الآن السالب 49 احتاج إلى 7 بتات لتمثيله، أما السالب 26 فإحتاج إلى 6 بتات لتمثيله، ومجموعهم بالنظام العشري يكون سالب 75. وحتى يكون عندنا الناتج صحيح وتكون عملية الجمع صحيحة والناتج يمثل عندنا سالب 75، يجب معرفة سالب 75 كم بت يحتاج لتمثيله حتى نقوم بحجز البتات المطلوبة ويكون عندنا الناتج صحيح وما يكون عندنا خطأ بالناتج. لتمثيل السالب 75 نقوم بتمثيل الموجب 75 وعمل متمم ثاني للموجب 75 عن طريق تفعيل البت 64 والبت 8 راح يكون عندنا 72، والبت 2 يكون عندنا 74، والبت الأول يكون عندنا 75 مع إشارة الموجب، هذا راح يمثل عندنا موجب 75. ومن خلال الموجب 75 نستطيع معرفة أنه الموجب 75 يحتاج إلى 8 بتات. فحتى يكون عندنا الناتج صحيح يجب أن يكون السالب 49 تمثيله عن طريق 8 بتات، يجب أن يكون السالب 26 تمثيله عن طريق 8 بتات. ذكرنا أنه لمساواة المراتب نقوم بإضافة واحد للأعداد السالبة وصفر للأعداد الموجبة، وباعتبار عندنا هنا سالب 49 هو عدد سالب نقوم بإضافة واحد
لإكمال الثمان بتات، وهنا أيضا العدد عندنا سالب نقوم بإضافة واحد لإكمال الثمانية بتات، والآن نقوم بتحويل عملية الطرح إلى جمع، ونقوم بعملية الجمع واحد زائد صفر يساوي واحد، واحد وواحد صفر باليد واحد، واحد وواحد واحد باليد واحد ينزل واحد وواحد، واحد يحمل المرتبة الأخرى والصفر ينزل، واحد مع الصفر والصفر ينزل واحد، صفر مع الواحد ينزل واحد، واحد مع الواحد صفر وباليد واحد، وواحد مع الواحد يحمل إلى المرتبة الأخرى اللي راح تنهمل باعتبار إحنا حجزنا البتات المطلوبة، وأي شيء يزيد عن هذه البتات يهمل ويبقى واحد عندنا ينزل. فالآن هذا العدد يجب أن يمثل سالب 75، وللتأكد من الناتج نقوم بتطبيق الميزان على هذا العدد. يكون عندنا هذا يمثل الواحد، وهذا يمثل الاثنين، وهذا يمثل الأربعة، وهذا الثمانية، وهذا 16، وهذا 32، وهذا 64، وعندنا هذا 128. ذكرنا بالفيديوهات السابقة أنه الواحد يمثل قيمة البت السالب وهو سالب 128، وهذا غير مفعل، هذا يمثل موجب 32، هذا يمثل موجب 16، وهذا يمثل موجب 4، وهذا يمثل موجب 1. وللتأكد نقوم باستخدام الحاسبة وجمع السالب 128 مع الموجب 32 موجب 16 موجب 4 موجب 1، ويكون عندنا الناتج سالب 75، ويكون عندنا الناتج الصحيح ومطابق.